البلد ورايح شغل. افوجا اللي ابويا يقول لي من 5 دور في واحد بيت عن البيت هناك اهو بره بالبيت. اروح انزل انا بجري ما فيش في نفسي. ها واقف جنب البوابه ابص لقيته بيت بالرفاه بعيد وكده شويه، وقام راجع ماسكه وقام مطلع السكينه. لما البنات شافت الموقف قامت جري على بتاع الامن، وانا متابع الموقف من ساعه لما هم نزلوا من الباص. هو نزل وبيعمل لها كده يعني هيذبحها، وقامت البنات بيقولها بيعمل لك كده، بقول له ده تهديد زي اي حد ما بيهدد. وهي هتفوق انا وهي حاسه احسن. هي كمان قبل الواقعه بيوم قايله لوالدتي تعالي نامي جنبي احسن انا قلقانه. كمل. قالت لوالدتي احسن انا قلقانه. وجيت صبح التاني يوم الصبح فطرت وشربت ولبست هدومها وقامت متوكلة على الله لابسه الباقه راكبه الباص. ماشي، كلمنا عن الواقعه اللي انت شفتها واللي ساعتها بقى ساعه الحادثه. انا جاي مش انا شغال في شغل مع ابويا في البلاط، بنطلع بلاط على فين. ابوك شاف الموضوع ده؟ لا ابويا ما شافش الا الضرب بس. بس ما نزلش ليه؟ طيب هو قال لي الولا قال لي في واحد بالربيت هناك اهو. ونعم الرجوله يا ابني. رحت شفته. حاولت تنزل انت او هو يعني؟ هو انا نزلت الروح. وابويا شغال مش هيعرف يسيب البلاط. اصحابه وكعالميين. وام جاي هو قاعد. قلت له خليك انت يابا انا راح اشوف. لقيته بالرب بيقرب مني عشان ايه يتكلم معاه. افوجا الا لا يطلع سكينه ويعمل لها كده يعني، وهم مديلها طعنه في ظهرها. اللي بيحصل مش عاوزينه بيحصل، اللي هو ايه، ندخل بقى في عمليه نفسي مخدرات امراض ونطلع ونطلع حجج ونقعد ناجل في القضيه سنه واثنين وثلاثه وبنرجع ما بناخد. الجريمه واضحه قدام الناس كلها. احنا طالبين القصاص العادل زي ما اتعمل في اختنا يتعمل فيه وقت، مفيش تاجيل قدام الناس كلها، والناس كلها تكون شايفاها زي ما حصل في اختنا الله يرحمها يحصل فيه قدام الناس كلها. مش طالبين اكتر من كده، قصاص عادل. واحنا عندنا ثقه في القضاء بتاعنا، بنقول له العدل العدل العدل، مش عاوزين اكتر من كده. شكرا لحضراتكم.